خلينا بس زي ما احنا كده شفنا وكلمنا حلقة يعني اخر حلقه كمان الاسبوع اللي فات قلنا عن ماتش كوديفوار خلاص الماتش ده هو ضربه البدايه احنا يعني نقدر نقول لو احنا عدينا يبقى احنا كده خلاص احنا في الطريق السليم يعني ماتش كان اكيد اكيد حلو جدا ناس كتيره يا كريم اجمعت ان اول مره تشوف بجد المنتخب بيلعب بشكل سليم بيلعب بشكل وتمركز دفاعي وهجومي هايل قدرنا ان احنا لو هنتكلم نقفل خطوطنا يكون لينا فرص كتيره جدا كمان على المرمى فلا حاجه كانت محترمه وكمان لو هنتكلم عن الشناوي لا بجد الشناوي كان مع كل كره بيتصدى ليها كده انت قلبك بيفرح طبعا بتحس ان طبعا يا يا شناوي احنا <applause> من غيرك هنعمل ايه يا شناوي لا الناس كلها كانت مبسوطه انا كنت قاعده في كافيه مع ناس صحابي وقرايبي لا قد ايه الناس كانت فخوره قد ايه الناس كانت وعايزه اقول لك اللحظه اللي خرج منها الشناوي ودخل ابو جبل بصراحه بصراحه كلنا كنا متخوفين دخل ابو جبل اثبت نفسه حاجه عظيمه شفنا بجد حارس مرمي كبير كلنا كنا فخورين فيه فانت الناس قاعده كلها لا بجد انتوا اسعدتونا نقدر نقول للمنتخب فعلا فعلا اسعدتونا في هذه يعني المباراه نتمنى القادم يكون كمان بهذا المستوى أيوة وافضل هي دي بقى النقطه اتكي على الدعوه دي الله يكرمك <applause> اتكي على الدعوه دي عشان زي ما انت كنت بتقولي برضو يعني بشكل ضمني كده فعلا لقاء كوت اعاد الثقه لناس كتير كانت شايفه ان كان في مشكله ودي حقيقيه على فكره احنا مش بنختلق حاجه من العدم كان في مشكله اه كان في مشكله والفتره مش قليله الحقيقه طويلة نسبيا فلما لقينا ان الوضع اتغير الى حد كبير من خلال يعني هذا اللقاء مع كود لا الحمد لله رب العالمين يعني كانت حاجة لطيفة جدا ومطمئنة